واخيرا لقيت المحل اللي بدور عليه. عايزه اقول لكم المحل ده فيه من الابره للصاروخ حرفيا، مش بس الخامات اللي انا بشتغل بيها، خامات جميع المجالات. لو بتشتغلي في المكرميه او الكروشيه او التطريز، كل الخامات والادوات اللي هتحتاجيها متوفره عندهم. ومش بس كده، لو بتعملي كمان الشنط الهاند ميد الترندي جدا والسليبر والشابوهات برضو موجودين عندهم. وعايزه اقول لكم ان هم عندهم قماش الجوخ وقماش الخيش، وعندهم كمان خيط الخيش المستورد والمصري، وعندهم كمان خيط المكرمية المصري والمستورد. جميع الخامات بتاعت الهاند ميد زي ما انتوا شايفين كده متوفرة عندهم. بالنسبة للمكرمية جميع الخيوط، الخيط الكردون كمان موجود بجميع الألوان المصري والمستورد منه. خيط المكرمية نفس الكلام، الأدوات كلها بتاعت المكرمية زي ما انتوا شايفين موجودة. والكروشيه المكان في العتبة في شارع الأزهر 45 شارع الأزهر بجوار مدرسة فاطمة الزهراء. عايزه اقول لكم ان احنا نبلغهم، هم طبعا عندهم اونلاين، بلغيهم ان انتي من عند بازار هدير الشاذلي هتاخدوا خصم حلو قوي. وهنا بقى الكور والخرز، شايفين الجمال؟ لا بجد المحل ده كان اكتشاف.